بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رحيل كانت اسما على مسمى، فسرعان ما رحلت. اللهم ألهمني الصبر على فراقي رحيل. أمي، أبي، لقد جاء الكنعانيون. تأخروا. داخل الخيمة.
السلام على نبي الله. وعليك السلام. تأخرتي في المشي، تأخرتي. هل ماتت رحيل؟ الويل لي، البلاء قرين الأنبياء، يلازمهم دوما. لسنا حديثي عهد بهذا النوع من المصائب. نعوذ بالله تعالى مما نزل بنا. لابد أنك لايا أخت رحيل. عظم الله لك الأجر في أختي. يا مولاي، لقد ولدت في محط لرحال القوافل، حيث تغدو جماعة وتروح أخرى. بركت يا ولدي، بركت. لقد كانت ولادته ساعة نحس. إنه غير مبارك، لذا سميه ابن أغني، أي الابن الشؤم. لقد تسبب هذا الولد بموت أختي. كفي عن هذا الكلام، كفي. الله وحده الذي يحيي ويميت. لا تعاقب المولود على ذنب لم يقترف. لن أسميه ابن أوني، إنما بنيامين، أي ابن اليمين، فهو سيكون بمثابة يدي اليمنى. أي أبناء أخي أنا؟ أنا يوسف ابن رحيل. أنت إذن بقية رحيل وذكراها. لابد أن أعزيك أولا. أمي، أمي. يقول أبي إن الله إذا أحب عبدا من عباده أخرجه من الدنيا ورفعه إليه. يا نور عيني، ها أنت تعرف أن أمك رحيل باتت في محضر الله. أعلم أن الله قد أسكنها الفسيح من جناته، لكنني لا أطيق فراقها والعيش من دونها. أسأل الله ربي أن يلهمك أنت وأباك الصبر والسلوان على ما حل بكما. عمتي فائقة، أوليست الجنة خيرا من هذه الدنيا؟ بلى، إنها أفضل. يا العظيم إدراكك الذي يسبق عمرك بأشواط، يا فلذة كبد أخي، فليحرسك الله. أنت تعي أكثر من سني عمرك القصار. أنا أطالع في الوجه الحسن لهذا الطفل، وفي روحه الوثابة، وفي الكلام الذي يجري على لسانه علائم العظمة والسيادة. إن وعيه وفهمه يفوق وعي أقرانه، هذا شيء لا يصدق. كفي عن هذا القول يا أختي. يوسف كسائر إخوته لا يفوقهم في شيء، وأنا لا أفرق بينهم. لكن طلة يوسف وكلامه ينفذان إلى قلبي. أطلب إليك أن تعهد برعايته إلي أنا، عسى أن أقدر على بلسمة جرحه في فقده لأمه. لقد عاهدت أختي رحيل على ألا أجعل يوسف يشعر بألم اليتم. سأربيه أنا وسوف أعامله مثل أولادي. لكنك يا ليا لا تقدرين على ذلك لكثرة أولادك. هذا لن يكون أبدا. أنا لن أسمح بأن يغيب يوسف عن عيني طرفة عين.
وأخيرا وصلنا. وصلنا إلى المدينة التي سأقيم فيها ما بقي من عمري. وصلت قافلة يعقوب نبي الله. وفدوا مرحى بقدومهم. وصلت قافلة يعقوب النبي. أهلا وسهلا. أهلا بك، ما أسعدنا بقدومك يا نبي الله. اعلم أننا شركاء لك في مصابك بزوجك، لم نكن نعلم بالذي أصابها. ألهمك الله الصبر والسلوان. الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، ونحن أيضا رضينا بقضاء الله. حللتم اهلا ونزلتم سهلا بقدومكم. مرحبا بقدومكم. اهلا وسهلا. بورك لكم. نبارك لكم المولود الجديد. مبارك ان شاء الله. اهلا بكم. بورك لكم. حللتم اهلا ونزلتم سهلا. أهلا مرحبا بقدومكم. بورك لكم. نبارك لكم المولود الجديد. اهلا وسهلا. مبارك ان شاء الله. فائقة، أخبريني أين دفنتم أبانا إسحاق النبي؟ لقد زرت المكان من قبل، دفناه حيث قبر جدنا إبراهيم النبي وزوجه في مغارة الخليل. ضريح أمنا رفقة في تلك البقعة أيضا. بداية أريد أن أزور أضرحتهم وأجدد عهدي بهم. ليا، أخبر الجميع لكي نذهب معا إلى هناك. يهودا، روبين، بسمة، هاتي الأمانة التي استودعتك إياها. سنذهب لزيارة مدفن أبينا إسحاق. سلام الله على إبراهيم الخليل. أسأل الله أن يدخل السرور على قلبي نبيي إبراهيم وإسحاق. إن أهالي كنعان مدينون لهما في استنقاذهم من ظلمات الكفر.
ما كان أعظم شوقه لرؤيتك وهو على فراش الموت. قال إنك نبي هذه الأمة من بعده، وأوصانا بأن لواءها زعامة العمرانيين معقود لك أنت. أستمد العون والمدد من روحه القدسية، وأسأل الله ربي أن يعينني على أداء هذه الرسالة الشاقة. هذا القميص بعض ما تركه جدنا إبراهيم النبي، وقد ورثه أبونا إسحاق عن أبيه، والآن صرت أنت وارثه. كنت غائباً عن كنعان، فتكفلت وأنا أسن ذرية أبي بحفظه وصيانته، وها قد أديت إليك الأمانة أدفعه إليك إنفاذاً لوصية أبينا، وهو يوصيك بأن تدفعه إلى النبي الذي بعدك. كم يطيب لي أن أطلق عليه رداء النبوة. مبارك لك إن شاء الله. مبارك لك يا نبي الله. مبارك لك. بورك لك. مبارك يا لك يا نبي الله. بورك لك. لك. نبارك لك يا نبي الله. أنا وأهل كنعان نمد لك يد البيع، نبيعك نبيا بعد ارتحال أبيك إسحاق عنا، ونشهد الله أنك رسوله والمبلغ عنه. نبارك لك يا نبي الله. هل تراك تعرف من الذي سيرث هذا الرداء بعد وفاة أبينا؟ إنه لمن نافل القول إن الوارث هو أقوانا. أنتما مخطئان، الوارث من كان أصبركم على الإيمان بالله. جائعة. ألن تقدمي لنا الطعام يا أمي؟ أين الطعام؟ نريد أن نأكل. تحملوا قليلا، ماذا دهاكم؟ تفضل. Thank you.
ماذا أصابكم؟ لما لا تأكلون؟ الطعام قليل، أعطيت يوسف أكثر منا. اسكت يا ولد وكل. كفي عن الولد يا ليا، ماذا تفعلين؟ لا تفقدي صوابك. سأحمل بنيامين عنك وأنت أطعمي أولادك. الاعتناء بكل هؤلاء الأولاد مهمة شاقة، أنا لا ألوم ليا، فهي تتكفل بولدي رحيل فضلا عن 7 من بنيها وبناتها. أكرر عليك طلبي مرة أخرى، فأنا لطالما تمنيت أن أرزق بالأولاد، لكن أمنيتي لم تتحقق، وها أنا في آخر أيام حياتي. أرجوك أن تستجيب لطلبي وأن تعهد إلي بالاعتناء بيتيم رحيل، وكن على يقين أنني سأحافظ عليه مثل عيني هاتين. انظر إلى ليا تتكبد المشقة لكثرة أولادها، لذا لم يبقى أمامك غير أن تعهد إلي برعاية يوسف. وكيف سأصبر على البعد عنه؟ لا تصبر إن أنا أخذته إلى مكان بعيد، وإن أنا لم آتيك به كل يوم لتراه فاسترجعه مني، ولا تصفح عني إذا ما رأيتني أبخل عليه في العطف. اسمح لي أن أغدق الحب على يوسف فيما بقي لي من أيام عمري، وكن على يقين أنني بذلك أسعد روح رحيل وأدخل السرور إلى قلبك. ولكن يا فائقة، ماذا عن العهد الذي عهدت به أختي؟ لقد أقسمت ألا أسمح لليتم بأن يعرف طريقه إلى قلب ابنها يوسف. فائقة ستفي بالعهد الذي عهدت به رحيل، لا ريب أنها ستعامل يوسف كما لو كان فلذة كبدها. لعلك تخشى من أن كثرة أولادي ستصرفني عن رعاية يوسف. لا، على العكس، أخشى أن تنصرفي ليوسف وحده فتغفلي عن سائر أولادك. حبيبي يوسف، تعال إلى هنا. قل لي بني، يسرك أن تقيم عند عمتك فائقة؟ بلى أبي، عمتي فائقة أم حنون. ولكن ليس بقدر أمك عزيزي، مع ذلك سأبذل قصارى جهدي لتشعر بشيء من حنانها. أشكرك كثيرا يا أخي، أعهدك على أن أحرص عليه كروحي وأن أنزله منزلة القلب الذي بين أضلعي. خذيه من هنا قبل أن أندم فأعود عن رأيي. هل هذا يعني أننا لن نرى يوسف بعد اليوم؟ من قال هذا الكلام؟ كلا يا عزيزي، سوف يأتي كل يوم ليلعب معكم. وهل سنتمكن من أن نلعب معه يا عمتي؟ ستستطيعون بكل تأكيد. لنذهب. أين ذهبتم؟ لم تأكلوا بعد. احترسوا. بدءاً من اليوم سأعهد إليكم برعاية الأغنام، لن أتمكن من المجيء معكم، يتوجب علي أن أبقى لأرعى شؤون الخلق. هذه هي علة مجيئنا إلى كنعان، احرصوا على ألا يصيب الأغنام أي مكروه. لا تقلق يا أبي، فنحن لم نعد صغاراً. أعلم، أعلم ذلك، هيا اذهبوا. السلام عليك يا عم. السلام عليك يا عم. وعليكم السلام. السلام عليك يا عم. عليكم السلام، اذهبوا بحراسة الله. يا أولاد، جاء يوسف. سلام عليك عمتي. وعليكم السلام، اعتنوا بيوسف جيدا. حاضر.
السلام على نبي الله. من يقول إن اليتم مؤلم؟ طوبى لحال الأيتام. إذا كان اليتم جميلاً فلما لا تموتين؟ عسى أن يحظى أولادك بمزيداً من العطف بعد موتك. ولكن أنا... بلها لم تقصد سوءاً بكلامها يا عم. أردت أن أقول إنك بمثابة أم حنون ليوسف، وما ما أجمل وأصدق ما تحرصين عليه. لا تبرري لي، فأنا أعلم جيداً ما ترمين إليه. ما الذي أصابكما؟ لا تطيقان حتى أن أغدق على يوسف شيئاً من الحب والحنان؟ عليك أن تكوني حذرة. أنت تبالغين في حب يوسف على ملأ من العائلة وتلبسينه أجمل الثياب. أنا أخشى أن يثير ذلك حفيظة إخوته فيحسدونه. عهدت إليك برعاية يوسف، لما رأيته من أفراط ليا في الاعتناء به. إنها من حيث لا تدري كانت توقع بين يوسف وإخوته. أنا قادم. إنهما زلفة وبلهى اللتان تغيران صدر أولادك بالحسد على يوسف وليست ليا. أسأل الله ربي أن يحرس يوسف من شر الحاسدين وأن يصونه من أعين أعدائه. لا أعلم لما أنا قلق عليه. دعك من القلق يا أخي، سأخذ يوسف إذا سمحت لي. أعلم أنه جائع. يوسف؟ نعم. تعال حبيبي. سنذهب الآن. بأمان الله. بأمان الله. أمي، أرأيت الثياب الجميلة التي يرتديها يوسف؟ خاطتها له العمة فائقة بنفسها. هل ستخيطين لنا مثل تلك الثياب؟ أظن أن أبانا تخلف عن المجيء لغير العذر الذي أفصح عنه. ولماذا لم يأتي؟ يوسف، إنه يفضل البقاء معه. أنا لا أوافقك الرأي. أبونا من أنبياء الله، ويتوجب عليه الحضور وسط الناس ليرعى شؤونهم ويقضي حوائجهم. هل رأيت ثياب يوسف الجديدة؟ رأيتها، ما أجمله وهو يرتديها. طوبى له. روبين، يهوذا، ألن تأتيا؟ نحن قادمان. هندامه وهيئته أصبحا في أحسن حال، وكأن موت أمه كان مناسبا ليوسف. أنت أخوه في الظاهر، تكلم بما يليق بالأخوة. ارتدي هذا الثوب. حبيبي، انتظر ها هنا. هل تعرف ما هذا؟ هذا حزام أبي وجدك إسحاق النبي.
لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي، وأسأل الله أن تكون النبي من بعد أبيك يعقوب. أحب أن أحتفظ بهذا الحزام. لقد ائتمنني أبي على قميص جدنا إبراهيم على هذا الحزام. أما القميص فقد دفعته إلى أخي يعقوب، وهذا الحزام أعطيك إياه ليكون معك. كن حريصاً كي لا يضيع منك. أخشى أن يستاء أناس من رؤية أحتفظ بالحزام عمتي. من تقصد مثلاً؟ مثلاً إخوتي. دع عنك هذه الأفكار يا يوسف، أسرع فقد تأخرنا على موعد جلسة الوعظ، فلنذهب. هيا بنا. الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن عبد من عباد الله، أو انتفاء المنزلة التي أنزله الله إياها. الحسد هو أن لا تطيق ما في أيدي الآخرين، والحسد هو أن تضيق ذرعا بسرور الناس أو بسعادتهم فتتمنى لهم الفقر وضنك العيش. هلا قال لي أحدكم بعضا من صفات الحسود؟ أوليس الحزام الذي يرتديه يوسف لإسحاق النبي؟ لماذا أعطته فائقة ليوسف؟ ائتمنها أبوها على أشيائه كي تدفعها إلى النبي من بعده. أتعني بالحسود الذي يتمنى أن لا يكون في أيدي الناس شيء؟ أحسنت يا ولدي. الحسود هو كما قلت أنت، الحسود يكابد المشقة والغضب وهو يعاين ما في أيدي الناس، سواء كان ذلك علما أو منزلة معنوية. لماذا يحب يوسف كل هذا الحب؟ أو كان ممتلكات ومقامات دنيوية. كيف هو السبيل إلى ترك الحسد؟ من ذا الذي يعرف الجواب؟ أتمنى أن يعجز يوسف عن الإجابة. ولدي يوسف، ألديك ما تقوله؟ أخبرني أبي، ألا يعرف الحسود أن هذه الدنيا إلى زوال يوما ما؟ أحسنت يا بني، أحسنت. الجواب الصواب ما قلته أنت. على الحسود أن يعلم أن الدنيا فانية وغدارة، والحسود لا يناله شيء من خير الدنيا ولا من ثواب الآخرة، والحسود لا يجني من وراء حسده إلا الخيبة والخسران. كلنا مرتحلون، سواء الحاسد أو المحسود. لو أدرك الحاسد ذلك فلن يحول بضيق أفقه دنياه وما فيها من نعم إلى جحيم لا يطاق. لا غضاضة في إطلاق الحنان على ولد يتيم الأم، ولكن الغضاضة في أن يحرم من لهم أمهات من المحبة. أوليس ذوو الأمهات يتقون إلى الحنان أيضا؟ من ناحية تدلله العم فائق وتلبسه أجمل الثياب، ومن ناحية أخرى تجلسه أمنا في حجرها وتطعمه من أطيب الطعام. أرى كيف أنهم يراوغون، لكنني أعلم أنهم وفي قرارة أنفسهم يفضلونه علينا جميعا. تعالوا لنكون منصفين، فأخونا يوسف حسن الوجه وحلو الكلام، وطلعته البهية تأخذ بمجامع القلب. نحن جميعا نحب أخانا يوسف، شرط أن يسمح أبونا وأمنا لنا بذلك بألا يدلله أكثر من سواه من بني يعقوب. هل رأيتم يوسف وقد شد على وسطه حزام جدنا أسحاق؟ أجل، سمعت بلها تقول إنهما من ميراث الأنبياء ويجب دفعهما إلى نبي الزمان، فلماذا أعطتهما عمة فائقة ليوسف؟ سنسألها عن ذلك، سنقصدها ليلا بعد أن نرجع القطيع. هاي الصخرة، هل تودون المحاولة من جديد؟ هيا لا أنا سأفعل جميعا. أنا سأفعل. فلنحاول. المنتصر فينا سيكون خليفة أبينا يعقوب. حسنا، هيا. تجربون
السلام عليكم. عافاكم الله. إلى أين؟ مرحبا زلفة. لقد أدخلنا القطيعة إلى الحظيرة والآن نقصد بيت عمتي فائقة، نريدها في حاجة. نحن بدورنا كنا عندها وعدنا لتونا، لا أرى من اللائق أن تدخلوا عليها من دون استئذان. أبوكم في بيت عمتكم فائقة، لقد ذهب للقاء يوسف، ولا ربما استأتم إذا ما رأيتموه يلاطفه ويلاعبه. ما الذي يحصل في بيت عمتي؟ فلنذهب لنرى. هذا ليس بالأمر الصعب، هيا بنا هيا. انظروا إلى أبينا كيف يحب يوسف ويدلله. دعك من الترهات يا يهوذا، كنا صغارا وكنا نجلس في حجر أبينا فيلاطفنا ويلاعبنا. الآن عرفت لما نهتنا زلفة وبلها عن المجيء إلى عمتنا من دون استئذان. سأعود أدراجي، كفوا عن الترهات. السلام عليكم. أهلا بأعزائي. السلام على فتياني آل يعقوب، عافاكم الله يا أعزائي. متى عدتم من الصحراء؟ قبل قليل أدخلنا القطيعة إلى الحظيرة وجئنا لكي. لكي ماذا؟ جئنا لكي نكلم العمة فائقة. تكلموا إذن فأنا أصغي. عمتي، أوليس هذا الحزام حزام جدنا إسحاق النبي؟ بلى كما تقول، لكنه مع يوسف الصغير ليأنس به. أعطيته الحزام لكي يأنس به، عسى أن ينسيه ذلك ألم فقدانه لأمه رحيل. لكن بلها كانت تقول إن الحزام ميراث الأنبياء ويجب أن يدفع إلى نبي الزمان. أنا وارث إسحاق النبي وأنا نبي هذا الزمان. هذا الحزام من إرث أبي وهو يخصني، أعطيته ليوسف لكي يأنس به. بلها وزلفة لم تكفا عن حسدهما لرحيل وهي على قيد الحياة. الآن وقد ماتت باتتا تحسدان ابنها. لا تكترث لما تقوله الامرأتان. أبي، يقول يهوذا أنك تحب يوسف أكثر منا. ليس صحيحا، لكنك اليوم جئت للقاء يوسف وقد أجلسته في حجرك. ألم أكن أجلسكم في حجري عندما كنتم صغارا في مثل سنه؟ ولو أنكم كنتم تقيمون بعيدا مني لجئت لزيارتكم. أحبكم جميعا ولا أفرق بينكم، لا تسمعوني هكذا كلمات بعد اليوم. اذهبوا اذهبوا، أنا أحسبكم رجال العائلة وملجأي عند النوائب، فإذا بكم تصفون وتتصرفون كالصغار والضعفاء من الأطفال. بأمان الله يا أختي. فائقة، قولي لأبي ألا يعطف علي بعد اليوم. لماذا؟ لأن ذلك يؤذي سائر إخوتي. آه حبيبي، أنت حرمت من حنان الأم، فكيف نحرمك من حنان الأب أيضا؟ عزيزي.
لقد أمسك. يوسف يوسف على مهل. عزيزي اذهبوا واختبئوا، هيا اذهبوا بسرعة، اذهبوا واختبئوا، اذهبوا واختبئوا من غير مماطلة. هل اختبأتم؟ سوف أعد حتى العشرين، عليك أن تكتشف مخبأهم. أين أنتم؟ أين أنتم؟ لقد عثرت عليك. حان دورك الآن لكي تغمض عينيك. وأنت أيضا عثرت عليك. لكنك لم تكتشف مخبأ يوسف بعد. يوسف 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 يوسف، ألم تري أين اختبأ؟ يوسف يوسف، تراه اختفى. أين هو يوسف؟ أين هو؟ لقد فتشنا في كل الأمكنة، هل ذهب إلى حيث عمتي فائقة وبسمة؟ أنا سأصعد إلى السطح. يوسف يوسف بسمة، هل رأيت يوسف؟ ماذا حصل؟ ما الذي جرى؟ لقد أدعنا يوسف وهو لم يأتي إلى هنا. ماذا جرى؟ عمتي فائقة، يوسف. هل أضعتموه؟ أين كنتم حتى يضيع يوسف؟ ألم تكونوا تلعبون معاً؟ لقد اختبأ وعجزنا عن العثور عليه. هل فتشتم جيداً؟ أجل، فتشنا كل مكان. إنه أمانة أخي يعقوب، تعالوا وأروني حيث كنتم تلعبون وتاه يوسف. يوسف يوسف، أين أنت؟ يوسف يوسف، ليس هنا. يوسف يوسف، عمتي يوسف ليس هنا أيضا. كيف أصنع؟ وأي تراب أحذوه على رأسي؟ يا إلهي يوسف. يوسف يوسف، يوسف
الشرير.